نفسها يقدر يتعامل ويتغلب على أي ظرف يقدر يقابله أو أي عقبة يواجهها الفريق. وأكد كمان مستر موسيماني على قوة فريق فيتا، لكن ركز كمان على بعض الجوانب الخططية والفنية اللي بتتعلق بالفريق الكونغولي وكيفية مواجهة هذه الجزئيات. كمان الجهاز الفني النهاردة على مدار المران ركز على تدريبات الكرة. قبل تدريبات الكرة كان في بعض التدريبات البدنية والفنية والتكتيكية، لكن كان أغلب فقرات المران يعني تدريبات بتتعلق بالكرة، وده أمر كان مهم. من ضمن الأخبار المبهجة والمميزة هو مشاركة أيمن أشرف في المران الجماعي بشكل كامل بكل فقراته. ده معناه إيه؟ معناه أن أيمن أشرف خلاص جاهز بنسبة 100% لمباراة يوم الثلاث بإذن الله. ولو جاهز طبعا أيمن أشرف أكيد هو هيكون متواجد في مركز الظهير الأيسر، لأنه الوحيد اللي موجود في المكان ده هو مركزه الأساسي قبل ما كان يكون موجود كمساك في خط دفاع النادي الأهلي. هو لاعب مميز ومهم جدا. احنا عارفين أيمن كان بيغيب بسبب شكوى من إجهاد عام وكان عنده كدمة بسيطة كده في كاحل القدم. فيما يتعلق بقى بطاهر محمد طاهر، طاهر النهارده ما شاركش في التدريبات بشكل جماعي. هل ده معناه ان هو مش هيكون جاهز للمباراة؟ لا، مش معناه كده. النهارده كان عنده بعض التدريبات التأهيلية اللي من خلالها بيتم تجهيزه للمباراة بتاعت يوم الثلاثاء. امتى يشارك في التدريبات الجماعية؟ بإذن الله، بإذن الله مع أول مران للنادي الأهلي في كينشاسا يكون موجود طاهر مع المجموعة بشكل طبيعي، وبالتالي يكون متاح للجهاز الفني في مباراة فيتا يوم الثلاثاء. هو أيضا كان عنده إجهاد عضلي. ده فيما يتعلق بأهم وآخر الأخبار بخصوص فريق